الطريق نحكي في الموضوع تشويتا انفو وانتوكس. انا تقرسني باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجباب. لسيد العميد مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك. خير ليك وكيف فريق العمل والسادة المستمعين والمستمعات. شكرا جزيلا. أكيد الحرس الوطني في متابعة دائمة لوضعية الحركة المرورية في البلاد. اليوم بعد نزول الخير العميم اليوم على عدد من ولايات الجمهورية كانت كميات طيبة، خاصة بين في المنطقة اللي بين جابس وقفصة، وفما انقطاع لحركة المرور. بيت الحال إن شاء الله ربي يرحمنا بالخير نتاعو، وإن شاء الله لغاية النافعة هذه طلع خير على تونس. وتقريبا تعرف انت ديما كل ما ثم برشا مطر ثم يتم تأجيل انقطاعات، والوحدات المرورية بالتنسيق مع مختلف الأقاليم الجهوية في متابعة وتنسيق دائم مع إدارة عملية الحرس الوطني في هذا المجال، خاصة من ثم انقطاعات باش نحضروا الناس ونهبطوا البلاغات ونسقوا حتى مع وسائل الإعلام في خصوص الحذر اللي يجب يكون واجب والالتزام بتوصيات الوحدات المرورية والوحدات الأمنية العاملة على الميدان، كما صار اليوم في على مستوى طريق الوطنية رقم 15 مستوى منطقة وذرف واللي تربط بين جابس وقفصة، من تم تسجيل ارتفاع منسوب المياه وفيضان الواد المالح، وتم قام الوحدات المرورية بتحويل حركة المرور عبر محاور طريق السيارة عبر محاور وذرف. وحدات المرورية تابعة وذرف تابعة منطقة جابس تابعة كذلك إقليم جابس متواجدة على عين المكان لإرشاد المواطنين، وندعو جميع المواطنين وخاصة مستعملي الطريق بالتوخي الحذر استعمال الأضواء الرصيفة وخاصة عدم المجازفة في وين تسمى تراكمات متاع مياه، وأكيد ومؤكد كونه يلزمهم يلتزموا بتوصيات والوحدات المرورية العاملة على الميدان. معناتها توا فما حركة مرورية وحيدة انقطعت اللي هي على مستوى جابس، وأكيد المتابعة ما زالت من ذروة التقلبات الجوية ما زالت مستمرة الليلة وغدا، أكيد معناتها في الإبان تعلموا إذا كان فما انقطاعات أخرى في حركة المرور. الحذر ثم الحذر ثم الحذر، هذه أهم نصيحة اليوم نستعملوها نقدموها لمستعملي الطريق، هكا ولا سيد العميد؟ بطبيعة الحال أهم حاجة الحذر اللي العبيد لازم ترد بالها وما تجازفش، خاصة وين ثم تراكمات تاع مياه وسيول تاع أودي. شكرا جزيلا سيد العميد حسام الدين الجواب اللي نتقرسمي باسم الحرس الوطني، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا اليوم. كان تعليق الدروس في عدد من المعتمدات، نحكي على ولايه جابس بالاساس مثلا، نحكي على تدخلات الحمايه المدنيه لضخ المياه في بعض المناطق، نحكي ايضا على تدخلات الحمايه المدنيه لانقاذ مواطن سقطت الدراجه نتاعو في واد، اهم تدخلات الحمايه المدنيه بعد نزول الغيث النافع على عدد من مناطق الجمهورية، نحكي في الموضوع تتشويته. دي ملابس اللي تبعتها وحبيتها على ديوان فام، على ديوان فام يستنى فيكم أقوى بروجرام انت صبحك مع صبح خير تونس كل يوم باش تلقاوها في الجمعة في الساعة 7 نعم في التمزة تي في، تبع لغاف مقر كنها من السبعة للتسعة ونص الدريم ماتينال مع ساعة سعيدة من التسعة ونص للنص النهار تنى فيكم وفي الويكاند كل يوم على الكيف في ويكاند على الكيف من الستة متاع الصباح حتى للحداش، وكل سبت في أوستار نحكي وفل ونحكي الحد الغونديفو مع ديوان ترانز، نحكي سياسة وآخر أخبار البلاد في هنا تونس من الصنهار للماضي ساعتين كل سبت وحد، تبع أحوال الدنيا والدين بالحجة والبرهان من 11 لنص نهار كل يوم تسمع غريبة في نهج تريبينال والدريبة من الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة وفي الويكاند بالعريف بالحكاية الباغنورمالي شيك من الاثنين للاربعة من ثلاثة للخمسة في اكساتر نفس التوقيت كل خميس وجمعة مع ناجي ميفور في داتا فوت، وما تفلتش استاد ديوان كل عشوية سبت وحد احلى لما واحلى ناس في ناس ديوان من خمسة للسبعة متاع العشية في 60 دقيقة تعرف العالم من السبعة للثمانية متاع الليل، وعلى خاطر الزهر منور الدار كل زيوان عندنا رونديفو مع ديوان كيدز من خمسة لستة تسمع قيد امبيونس ديكالي روك بلوز ار ام بي ريجاي جاز